تقدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسم السمعان، حلقة متميزة بعنوان الإعلام والبشارة. وقد استضاف البرنامج الأب جوزيف سويد الكاهن الجديد لرعية مار شربل في الأردن، وشارك في الحلقة عبر اتصال هاتفي الأب فرح حجازين والأب جور شرايحة. فإلى هناك. أبونا، اليوم الحلقة عن الإعلام والبشارة. ناخذ مقدمة هيك تعطينا، وأيضا سننتقل بعدين الشباب بيحضروا لنا الاتصال مع أبونا فرح حجازين، وأبونا رح نكون كمان في مداخلة من أبونا جورج شرايحة. أكيد تفضل أبونا. كان في حقل يمكن كنا شوي بعيد عنه ككنيسة، إذا بدك تقولي كنا شوي بعيد، لأنه كنا عم نمارس خدمتنا الرعوية بطرق ووسائل يمكن خليني سميها المعتمدة رسمية. فحست الكنيسة بلحظة من اللحظات أنه لا، في شبكة تانية، في شبكة لازم عن جد نبلش ندخلها ونعلن عبرها كل بشارتنا. وهيدي الشبكة اللي كانت اغتصبت، بدي أقول بفترة من الزمن، لأنه في الأيدي اللي بدي سميها الملوتي حطت ضخت بهالشبكة، إذا بدي سميه التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي وكتير إشياء، ضخت كتير من التلوث. تلوث ضرب بصدق بقوة جدا، وصارت عبر كيبلز بقلب غرف نومنا، ويمكن عبر يمكن الموبايلز تبعنا. وحسيت أنه البشارة بخطر، يعني كل اللي نحن بنحكيه إن كان بتلفزيوناتنا أو إن كان بكنيسنا جيد، وجيد جدا يمكن مطارح، بس في حدا عم بياخد، مثل كأنه في طاقة قوية عم تنسحب منا، مثل تماما وقت يسوع كان رايح تيعمل زيارة على بيت يائيروس تيشفي بنته، شوي حدا بيسرق منه طاقة اللي هي ناسفة، اجت تسللت ونزفت، واخذت سرقت، اذا بدي اقول اخذت هالطاقه منه. نحن كمان كنا عم نضخ طاقه وحضور، شوي حدا بيسرق منا، وحسينا انه صار لازم نوقف، صار لازم نرجع نعيد النظر، صار لازم نرجع نطرح افاق جديده ويمكن تحديات جديده، وصار لازم نحن كمان نتاقلم مع المعطيات الجديده اللي صارت على ايام كورونا. مشان هيك حسيت انه اخوه الكهنه مش بس بلبنان، بكل العالم عبر مواقع التواصل بلشوا يضخوا صلوات ورتب ويمكن زياحاتهم وكل الاشياء اللي بيعرفوها حتى يتواصلوا، حلوه كلمه تواصل، مع الناس ويصلوا مع الناس. تفضل أبونا، الإعلام والبشارة اليوم الموضوع، فتخبرنا هيك بمداخلتك القيمة في موضوع الإعلام والبشارة. أولا واجب التبشير برسالة المسيح، يجب ألا نستحي من البشارة بإيماننا المسيحي الذي قبلناه من العلاء كهبة لا نستحقها. إني لا أستحي بالبشارة، فهي قدرة الله لخلاص كل مؤمن، يقول قديس بولس في رسالة روما. إن الشهداء المسيحيين في كل الأزمنة وفي زماننا هذا قد بذلوا ولا يزالون يبذلون حياتهم لتأدية الشهادة بهذا الإيمان أمام الناس. لا تستطيع الكنيسة أن تعفي نفسها من واجب التبشير الذي استلمته من السيد المسيح: اذهبوا وتلمذوا كل الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وعلموهم أن يحفظوا كل ما أوصيتكم به، وأنا ذا معكم طوال الأيام إلى منتهى الدهر. لا يمكن أن نحب المسيح ولا نبشر بالمسيح. محبة المسيح تحبنا، يقول القديس بولس. هذا ما جعل الرسل يقولون: نحن لا يسعنا أن نسكت. الدعوة إلى التبشير والرسالة منبثقة من دعوة المسيح إلى كل أتباعه. لا يمكن لنا أن نؤمن بالمسيح ونحب المسيح ونبقى لا مبالين أمام جهل العالم لرسالة المسيح الخلاصية. إن عدد الذين يجهلون المسيح ولا ينتمون للكنيسة يزداد يوما بعد يوم. وأمام هذا العدد الكبير من البشر الذين أحبهم الآب ومن أجلهم أرسل ابنه الوحيد، تبرز ضرورة الرسالة الملحة. ويقول قديس بولس: إن التبشير بالإنجيل ليس موضوع افتخار، إنما هو ضرورة موضوع علي، والويل إلا مبشر. ويقول أيضا السيد المسيح لتلاميذه: تكونون لي شهودا في أورشليم وكل اليهودية والسامرة حتى أقاصي الأرض.
في عصرنا هذا تمتد الاتصالات بشبكة تغطي الكرة الأرضية بأكملها. إذا تكتسب دعوة المسيح صدى جديدا، ما أقول لكم في الظلام قولوه في النور، وما تسمعونه همسا نادوا به على السطوع. ثانيا، كيف نقوم برسالة تبشير لكلمة المسيح؟ أولا بالشهادة، ثانيا بالرسالة. أولا بالشهادة، العالم لم يرى المسيح ولا يعرف المسيح ولا تعاليم المسيح، بل يرى مسيحيين وسلوك مسيحيين. فالمسيحي بحياته الصالحة يستطيع أن يشهد بشخص المسيح وتعاليم المسيح بصدق، على مثال المسيحيين الأولين اللي كان يقول عنهم انظروا كيف يحبون بعضهم بعضا. هذه المحبة الأخوية المسيحية جعلها المسيح علامة يتميز بها أتباعه. بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إذا كنتم تحبون بعضكم بعضا. حقيقة يعني الموضوع في شوية يعني في شوية وجع للواقع الإعلامي اللي بتعيشه المنطقة بشكل عام. نعم. هلا إذا كان الإعلام هو نقل الخبر سواء كان بالصوت أو بالصورة أو بالكلمة، فإن البشارة هي نقل الخبر السار، الخبر المفرح. نعم. في رسالة مفادها أن الله تجسد وحل بين البشر وشابه الإنسان في كل شيء ما عدا الخطيئة، إنه بشر العالم بالملكوت السماوي ومات على الصليب لأجل خلاصنا وقام بين الأموات وصعد بمجد إلى ملكه الأبدي. هذه هي رسالة الإعلام الكنسي. طبعا هلا غير ذلك من الممارسات والنشاطات وكل الفعاليات اللي بتنقلها الفضائيات والمواقع تعود كلها في صلب هذه الرسالة. نعم. اللي بدنا نوصلها ولكن بطرق مختلفة بمواهب مختلفة. الأبونا والدكتورة صوتهم حلو، بيرتلوا بيسجلوا صوتهم بالإعلام بالوسائل المتوفرة، فكل موهبة وجميع أعضاء في جسم واحد، مهما اختلفت الوظائف والمهام تبقى الموهبة الأساسية في صلب هذا الموضوع. فآخر كلمات يسوع على الأرض قبل الصعود وأهم الكلمات هي اللي وداهم كمراسلين صحفيين كمراسلين لهذه البشارة، وأنا بعتبر أول مراسل صحفي بالعهد الجديد هو القديس يوحنا المعمدان. نعم. كان صوت صارخ، كلمة صوت يعني صوت الكنيسة كان. نعم. قبل أي إذاعة وقبل أي محطة كان يوحنا المعمدان هو صوت صارخ وإعلام قوي، أقوى من الفضائيات اللي اليوم بنشوفها بتكون حدة البرامج فيها عالية واتجاهاتها متعاكسة مع بعضها ومتضادة وبصير في صياح وحدة عالية. كان يوحنا المعمدان صوت صارخ في البرية. صحيح. صلب بالبشارة في إعلامنا الكنسي هي أن نحكي للناس عن يسوع، ولكن في صعوبات وتحديات بتواجهنا، لأنه غالبا الإعلام الكنسي عندنا في الأردن بيصير في إعلان أكثر من إعلام. خليني أقول لكم هلأ شو الفرق بين الإعلام والإعلام. هلأ الإعلام أوسع، الإعلام حواري، أما الإعلام باتجاه واحد إيصال خبر، إعلان عن مناسبة بدها تحصل، إعلان عن مناسبة حصلت، بيكون بدنا نخبر الناس بهالشيء. ولكن الإعلام أوسع من ناحية حوارية، من ناحية بيجاوب على تساؤلاتنا، متى، أين، لماذا، كيف، متى يعني الوقت المناسب اللي أحكي فيه مع الناس، الوسيلة. قلنا في مواقع إلكترونية، في إذاعة، في تلفزيون، في كتب، في مجلات، في منشورات بتوصلهم الكنيسة للناس، بتوصل فيهم هاي الأيديولوجية، هاي العقيدة، هاي الفكرة اللي بتقربهم أكثر من يسوع، بتخليهم يكتشفوا حقيقة المحبة العميقة، المحبة الصادقة اللي أعطانا إياها يسوع، إحنا نوصلها للناس، يستطيعوا أنهم يعيشوها.